الحكومة المؤقتة بعثت أيضا بمستشار لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية للذهاب للجلوس مع قادة الاتحاد الأوروبي خلال هذين اليومين لتقديم مقترح مقدم من الحكومة الليبية للحد من هذه الظاهرة، أيضا للتشاور عن طريق وزارة الخارجية وأيضا الأخ فريد العلاقي الموجودة في جنيف، أيضا حتى يتم تحديد إمكانية تعاون الحكومة الليبية والسلطات الشرعية في ليبيا مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة هذه الظاهرة. وهذه الظاهرة أيضا هي على علاقة ربما تكون مباشرة أو غير مباشرة مع الجماعات الإرهابية، وهي أيضا تدخل في جانب مكافحة الإرهاب. كل ما تطلبه الحكومة المؤقتة، وهذا هذه التجارة ليست جديدة على دول حوض ما الذي تطلبونه تحديدا؟ لحظة، هذه الظاهرة ليست بجديدة على الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي كان يدفع حتى في مبالغ وكان يساهم في الدعم من أيام النظام السابق، والحكومة الآن تطلب شيئان مهمان جدا، وهما أولهما توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ وتأمين الشواطئ الليبية، أيضا الحدود الجنوبية لليبيا. تطلب الإمكانيات والدعم اللوجستي في هذا الجانب. الحكومة قادرة على بسط هذه السيطرة والحد من هذه الظاهرة. لا نريد أن نقول أن تنتهي نهائيا، لأن هذه مسألة التهريب متواصلة منذ عدة سنين، لكن كل ما تحتاجه الحكومة هو الدعم اللوجستي، توفير إمكانيات للجهات المختصة، أيضا مساعدة دول الاتحاد الأوروبي في دعم الحكومة المؤقتة والجيش الليبي برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، لأن هذه من أولويات الجيش الليبي هي المحافظة على الحدود وضبط الأمن والحد من هذه الظواهر التي اليوم لا تمس ليبيا وحدها.